السلام عليكم. دورتنا اليوم دورة بعنوان خدمة العملاء. المحاور التدريبية بإذن الله تعالى اللي سوف تتطرق لها هذه الدورة هي كالتالي: أولاً، المفاهيم الأساسية في خدمة العملاء. ثانياً، مواصفات تقديم خدمة العملاء للمواطنين. تقديم الخدمات الحكومية المتميزة. خدمة العملاء الحديثة تحديداً عن بعد. مهارات خدمة العملاء ضمن فريق العمل. تحديات تقديم الخدمات المباشرة وغير المباشرة والتعامل مع الأنماط المختلفة للعملاء.